هكذا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام شاهدنا أول انطلاقات صباحي هذا اليوم. فهنيا لسعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي على فوز شايمة وانتزاعها لأول أشواط هذا اليوم للحقايق. يتجدد بكم اللقاء أيها الأخوة الكرام، وينطلق شوطنا الثاني وهو يعتبر الشوط الرئيسي للجعدان الحقايق، ومباشرة إلى المقدمة، مباشرة إلى الصدارة والبداية. وهنا عدامه اللي على المقدمة والصدارة، يتقدم حسن بن عبد الله بن غليطة الغفوري، بينما ننتقل إلى المركز الثاني وهنا ناير سعيد بن فايل بن حمد الزرعي، بينما ننتقل الى المركز الثالث لأتابع الوصول الان من العقيد لسيف بن سعيد بن سيف الكعبي، بينما نتابع اللي على المركز الرابع اتابع هنا شاهين علي بن عبيد بن غدير الاكتبي، بينما نتابع اللي على المركز الخامس. وبالمركز الخامس هذا اللي واصل مصفوط لسعيد بن راشد بن سعيد العويسي، يتحرك في هذه اللحظات، بينما نتابع اللي على المركز السادس حشيم سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي، بينما في سابع المراكز واصلا هنا مصفوط كذلك لمحمد بن سلطان بن سعيد المالكي، بينما في سابع أو في المركز الثامن الآن، في المركز الثامن نعم يتحرك في هذه اللحظة مخاصم ناجم بن علي بن راشد الغيلاني، بينما في تاسع المراكز من وصل أيها الأخوة الكرام جلمود أحمد بن محمد بن سالمين العامري، بينما في عاشر المراكز قماري عبد العزيز بن سعيد بن محمد بن مصبح القايدي. هذه النتيجة، هكذا ندائنا للعشر المراكز الأولى فينا لمسامعكم، هذه الأسماء وهذه الشعارات. ولكن عودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الصدارة، العودة إلى عدام، إلى عدامة. هنا مع المقدمة عدام، مسجل عدامة نعم، عدامه اللي على المقدمة، عدامه اللي على الصدارة الأولى، حسن بن عبد الله بن غليطة الغفلي. يبدو أن اسم عدامة الليبي، عدامة اللي على المركز الأول، حسن بن عبد الله بن غليطة الغفلي في صدارة هذا الشوط في المركز الأول في هذه اللحظة، بينما في المركز الثاني يتحرك مصفوط محمد بن سلطان بن سعيد المالكي، بينما في المركز الثالث يأتي هنا أيضا حشيم سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي. وين الشوط؟ وين إلى وين راح مصفوط إلى المقدمة، مصفوط إلى الصدارة الأولى محمد بن سلطان بن سعيد المالكي، من شعار الشاعر سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي للمرة الثانية. الأشواط الرئيسية بصم عليها بن مصلح، بصم عليها بن مصلح، سلم إلى الفقع، سلام إلى الفقع، سلام. الشوط الأول الرئيسي للجعدان وشوط الإمكار، يغادر إلى الفقع تهانينا لسعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي، بينما في المركز الثاني عدامه اللي احتل المركز الثاني لحسن بن عبد الله بن غليط. المركز الثالث كان الوصول من مصفوط محمد بن سلطان بن سعيد المالكي. هذه النتيجة للثلاث المراكز الأولى. التوقيت الزمني 4 دقائق 31 ثانية. تهانينا والناموس للجميع.